تفاديا لتكرار مثل هذه المشاهد التي تحدث عند حلول كل موسم حر، ولأن القرب وعامل الزمن يلعبان دورا أساسيا في السيطرة على حرائق الغابات، تدعم قطاع الحماية المدنية بولاية خنشلا بافتتاح وحدة ثانوية على مستوى منطقة الحمة، كما تم وضع وحدات الرتل المتنقل حيز الخدمة. تبعا لاستراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية، تدعمت أيضا مديرية الحماية المدنية لولاية خنشلا هذه السنة برتل متنقل لمكافحة حرائق الغابات، وهذا راجع للمساحة الغابية المعتبرة الموجودة على مستوى ولاية خنشلا. هذا الرتل المتنقل مقره على مستوى الوحدة الرئيسية خنشلا، مدعم بكل الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا لا لشيء إلا لمكافحة حرائق الغابات في حال نشوبها. من جانبها، شرعت مصالح الغابات بخنشلا في فتح المسالك الجبلية لتسهيل عمليات السيطرة على الحرائق بالنظر للتضاريس الوعرة التي تميز منطقة الأوراس المعروفة بكثافة غطائها الغابي. تتربع ولاية خنشلا على مساحة غابية تقدر بأزيد من 146 ألف هكتار من مختلف الأصناف، ونخص بالذكر صنف الأرز الأطلسي الذي يمثل 15 ألف هكتار على مستوى الولاية، وهذه النسبة تمثل وطنيا أزيد من 35% من هذا الصنف على المستوى الوطني. ككل سنة نقوم بتفعيل مخطط حماية الغابات من الحرائق الموسمية، ولهذا قمنا بتفعيل الفرق المتنقلة التي تقوم بالتدخل السريع لإخماد الحرائق بمرافقة زملائنا من الحماية المدنية. من المهام المنوطة برجال الحماية المدنية هي السيطرة على الحرائق وإخمادها، كما تلعب فرق التدخل بالمناطق الوعرة دورا أساسيا في الحفاظ على أرواح الناس.